فضيلة الشيخ عطية، هناك بعض أفكار تنادي بحرمان المرأة من مزاولة أي عمل خارج البيت، فما حكم الدين في ذلك؟ وهل عملها في البيت يوازي في ثوابه وأثره عمل الرجل؟ إن العمل حق لكل إنسان رجلا كان أو امرأة، بل هو واجب لأنه وسيلة العيش وبقاء الحياة وتحقيق الخلافة في الأرض، ومجالاته كثيرة في الحقل والمصنع والمتجر والبيت في البر والبحر والجو. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولكل من الرجل والمرأة أن يعمل في المجال الذي يناسب استعداده، والعمل يستقيم دائما إذا وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. حتى في الجنس الواحد ليس كل رجل صالحا لكل عمل في محيط الرجال، وليست كل امرأة صالحة لكل عمل في محيط النساء، وكل واحد من الجنسين محتاج إلى الآخر لا يستغني عنه، وإنما الحكمة هي في التنسيق والتنظيم. وإذا كان العمل متاحا للرجل والمرأة فالجزاء مع العمل المشروع دائما يكون متناسبا مع حجمه، وذلك هو مقتضى العدل، لا فرق بين كون العامل رجلا أو امرأة. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وباب التنافس في العمل مفتوح لكل من الرجل والمرأة. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا، وقال: ويؤتي كل ذي فضل فضله. ومن جهة عملها في البيت جاء في حديث رواه الطبراني والبزار أن أسماء بنت يزيد بن السكن وافدة النساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سألته مثل هذا السؤال، فقال لها: ما معناه؟ إن حسن تبعل المرأة لزوجها وقيامها بواجبه نحوه يعدل ما يقوم به الرجل من جهاد وغيره. وإذا كان الشاعر المصري يقول: في بيتهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق، فإن للمرأة أن تزاول عملا آخر خارج البيت تمليه عليها الظروف الخاصة أو العامة، ويتأكد هذا العمل إذا كانت هي محتاجة إليه أو كان العمل محتاجا إليها كنوع من التخصص لا يجيده إلا هي. والله أعلم.